عليك ولا اتجوز عليكي، والاختيارين صراحه ألذ من بعض. معانا النهارده ومشرفانا استاذه امل ادريس، وامل هي ادمن صفحه مشاكل بيوت حواء. هي صفحه على الفيسبوك بتهتم بكل مشاكل الستات والخيانه الزوجيه والزوجه الثانيه وكل الحاجات الجميله دي. نوره يا امل. ميرسي ليك يا سالي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. بصي متحمسين ليكي جدا جدا، خاصه ياسمين، علشان موضوع الطلاق والجواز والزوجه الثانيه والحاجات دي. ياسمين عندها الخيانه خط احمر، الخيانه تبدا من الفكره بس. يعني ما علينا خالص من ياسمين، احنا هناخد خبرتك انت دلوقتي يا امل. تحبي يا امل تحبي نختار لك ايه؟ يعني تحبي تتجوزي عليكي ولا يخونك بالظبط؟ يعني جاي مع انهي اتجاه؟ يعني انا كشخصي، انا كامل السؤال ليا. لا ولا دي ولا دي طبعا، ما اقبلش. صح، ما اقبلش اللي هو ما يقبلوش. بصي انا كشخصي كامل، انا واحده مستقليه شويه، عندي استقلاليه وعندي شخصيه شويه. طبعا ستات كتير عندهم شخصيه في حياتهم وكل حاجه، بس انا شخصيتي قويه يمكن شويه. فانا ما بحبش ان يكون في دخيل في حياتي يدخل عليا وعلى شريكي. يعني انا وشريك حياتي احنا الاثنين في ما بيننا ميثاق غليظ، في ما بيننا عقد ان احنا نكون اسرار بعض، نكون بيت بعض، ده كله. ما حدش يجي عليا، يعني يجي بعدي لا، يجي بعدي يبقى انت اخترت حد سكن قلبك، سكن عقلك، سكن جسدك كمان. صح، وده انا ما اقبلوش. طيب انت عارفه يا ليلى، يا امل سوري، احنا دايما كنا بنتكلم، يعني احنا الثلاثه اسره مع بعضينا كده، ان اللي بتقبل وضع زي ده بتكون هي يعني مجبره عليه، مغلوبه على امرها. انا مش موافقه على مجبره عليه برضه، محوجة لمعزة حضرتك، ولا محوجة، محوجة للسكن والمرتب والمش عارفة ايه، ده مش بن. طب انتي من المشاكل اللي بتشوفيها يا امل وبتسمعي عنها والحاجات اللي بتجيلك في البيج، في ست بترضى؟ انا ليه اتخني يا جماعة؟ يعني ايه اللي يخني اللي يتجوز عليا؟ في ست بترضى بسهولة؟ يعني كتير. ايه الكيس؟ كتير. شايفة؟ عشان محوجه ولا علشان ايه؟ ماسكه في عيني وقعدتي بيحصل هتبهدل لو سبتني. بصي هقول لك، ما بتبقاش كتير محوجه. يعني انا اعرف شخصيات ستات جميله وبتشتغل وبالعكس ماديا، وهي اللي بتصرف على البيت وكمان بيخونها، بيجي بيقول لها دي نزوه، انا اسف مش هكررها تاني، بتسامحه. بتسامحه عشان عمار البيوت، دي اول حاجه مش هقدر اتكلم فيها. او بتحبه جدا، بتحبه، هو كسر حاجه فيها، الخيانه او الزوجه الثانيه، كسر وطعن القلب الزوجه، خلاص خلصت وما بتتنسيش. ما بتتنسيش، ما بتتنسيش. والله دايما اقول كده، بتتكسر حاجه وشكرا. بالظبط، ما بتتنسيش. طيب انت كنا بنتكلم قبل ما نبتدي الحلقه، وكنت بتقولي لي انه في ستات بتقبل انها ممكن تبقى زوجه ثانيه، بما انها هي هتبقى مش هيجي حد عليها. تمام، صح. رأيك ايه في الموضوع ده؟ يعني ليه شايفة ان ده ممكن يبقى كويس، او ليه ممكن، يعني ليه الست ممكن تقبله؟ اصل انا ضد الاثنين، بس يعني انا عايزه اسمع وجهه نظرك انت. الزوجه الثانيه اوريدي بقت متواجده في مجتمعنا من يعني من زمان قوي، ومجتمعاتنا العربيه متواجده الزوجه الثانيه. طبعا العنوسه، نسبه الطلاق اللي كتير، الراجل دايما، احنا خلينا نقول ان ربنا شرعه، شرع اللي هو وحلل الزوجه الثانيه. اوكي، بس حلله بمقاييس، يعني هو فتح باب او فتح منفذ صغير من الباب ان الزوج يتزوج زوجه ثانيه علشان ما يزنيش وما يعملش الحرام، اللي افتقده ببيته هيلاقيه في البيت الثاني. انما ما حللوش عمال على بطال، مش كل واحد يتخانق مع زوجته وتكون كامله مكتمله وما فيهاش اي حاجه يروح يجرحها ويزوج زوجه ثانيه، وبعد كام شهر تعرف يا انا يا هي، لا انت طبعا ام البيت وام العيال، ويروح يطلق. دي نزوه، اللي هو يتزوج شهر اتنين تلاته واول ما الزوجه الاولى تعرف ويطلق الزوجه الثانيه، دي نزوه، دي مش حياه ولا استقرار. انما لما يبقى متزوج في العلن وبشرع ربنا وبقسيمة رسمية، قصدك في العلن، قصدك بمعرفة الاثنين طبعا والأهل، علن داخل خارج بيتها علن، والزوجة الأولى عرفت وقبلت. أوكي، دي مش نزوة، ده خلاص ده زواج رسمي وطبق ووضع، اتحطت الزوجة الأولى والتانية والزوج فيه والأهل، الموضوع منتهي. طب أنا عايز أرجع بس خطوة لورا، يعني هو اصلا خانها دلوقتي او بيبص لواحده ثانيه او اتجوزها ايا كان، ليه تفتكري ان هو بدا يخونها؟ هل ده ممكن يكون هي مقصره مثلا؟ لا، او ما عملتش حاجات معينه فهو بياخدها حجه، لا ما هي اللي مقصره فانا هبص لواحده ثانيه. شوفي انا امبارح قبل ما اجي الحلقه ديت اتكلمت مع رجاله متجوزين زوجه ثانيه وثالثه،
وفي رجاله مش متزوجين عندهم زوجه واحده. الراجل اللي متزوج زوجه واحده قال لي كلمه غريبه قوي، قال لي ما فيش راجل على وجه الارض متزوج مش عايز يتجوز الثانيه والثالثه والرابعه. ده كلمه انا استغربتها ولما سالته ليه هل يكون عيب في بيتك يعني عيب في بيتك، قال لي لا حتى لو انا مختار او انت مثلا عشان اختيارك كان خاطئ في الاول اكتشفته، قال لي حتى لو انا مختارها عن حب انما احنا فينا غريزه الطمع الانانيه ان انا اثبت رجولتي ان انا راجل صاحب بيتين ان انا ابقى مدلل هنا وهنا. وخدي بالك انا عايزه اقول لك الراجل اللي متجوز اكتر من زوجه في البيت ده بيبقى مدلل وفي البيت ده بيبقى مدلل. اوعى تفتكري ان الزوجه الاولى بتدي له وش خشب ويانا يا هي ونكد، لا لا لا، بتعمل لوك جديد بتخسي بتجيب له عيال تاني تربطه، بصي بتعمل اي حاجه على اساس ان هي لما بتغير البادي الخارجي كده هي اوب انا ما عرفتكيش انت بقيتي واحده حاجه جديده بقى. بس هي ما عملتش بس هي بتحافظ على بيتها، هي ما عملتش ده ليه من الاول قبل ما هو يروح يبص لواحده ثانيه؟ هي بس هيبص بره ان هي هنا قصرت. ما فيش ليه ما عملتش قصه من الاول؟ انا النهارده معاكي انا معاكي. معلش انا هسالك حاجه بقى، يعني خليني اجي مره واحده مع الستات بقى بامانه. انا مع الستات لغايه دلوقتي على فكره. بصي يا أمان، يعني ايه المفروض الراجل يتجمل برضو طبعًا. يعني طب هو ما بيتجملش ليه؟ هيروح يتجوز واحده تانية او يخون؟ بصي يا استاذه ليلى، ولا في حالات بيبقى مش حكايه الست مقصره، يعني هو مش ناقصه حاجه بس هو عايز اكتر. هو طبعا انا ما اقدرش اقول الست كانت يعني مش كل الزيجات التانيه بتكون الست مقصره، انا بقول لحضرتك في ستات هي اللي فاتحه البيت وفي ستات جميله الجميلات وعقليه وكله بيروح يبص للشغاله ويتجوزها. ارجوكي ما تقبليش، ارجوكي ما تقبليش ده، ما هو انت ما تقدريش تقولي بالذات لما تبقي كمان حره قرارك وفاتحه البيت، يعني ارجوكي ما تقبليش. ما تقدريش تقوليش انا فتحت طلاق، انا مش عايزه افتح نسبه الطلاق، انا مش عايزه افتحها. دلوقتي شرع علينا ان احنا نتزوج زوجه واتنين، طب المطلقات الارامل العنوسه وما فيش رجاله عايز تتجوز خلاص، او ما فيش جالها نصيب الا زوج تبقى زوجه تانية وزوجه الاولى وافقت. طب خلاص معلش كلامك اسفه، لما اقبل ابقى زوجه تانية سوري اسفه، يبقى انا قبلت بنص كل حاجه، نص وقت نص اهتمام نص قلب نص راجل. عشان كده ده اللي انا اللي اتكلمت معاك يا استاذه ياسمين جوه. انا اسفه قبل ما تردي، والزوجه الاولانيه قبلت قبلت وابتدت تطور من نفسها، اذا الراجل هو المستفيد متدلع هنا ومتدلع هنا. ما ده اللي انا قلت. طيب ما ده اللي امل قالت. حلو، ازاي انا قبلت اخد نص راجل؟ يعني سؤال الزوجه الاولى، الزوجه الاولى موقفها ايه؟ احساسها ايه؟ من وجهه نظرك. لا انا عايزه كمان الزوجه الثانيه مطعونه، مفيش اي 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 حد يقدر يقول حاجه ثانيه، مطعونه فوق نصتها في عمرها كله، حتى لو الزوجه الثانيه اتطلقت، حتى لو هي اتطلقت منه، حتى لو اتزوجت راجل ثاني، خلاص اتنظر ليها في المجتمع، الست دي مش كامله، جوزها راح يكمل بره. دي مش حقيقه، كله ضاع هباء. دي مش حقيقه، دي مش حقيقه طبعا، لا دي كامله ومكتمله وست جميله وام للبيت والزوجه الاولى والعشره والعمر والكلام ده كله، بس هي غريزه رجاله، هي غريزه. هو الكلام ده بيبقى مكمن في عقل الرجل، ولا واحده فينا واحنا قاعدين كلنا فاهمين كل راجل من اللي ورانا دول في دماغه ايه. انسي انسي دي غريزه في دماغه. طب دي الزوجه الاولى، والزوجه الثانيه بيبقى في دماغها ايه؟ الزوجه الثانيه اول شرط اللي هو حطته الزوجه الاولى ما تتجوزت عليا، لا دي بتحطه وبتبقى قادره بقى، دي بتبقى قادره بتتجوز بجد، ده بياخد الخطوه. انا واخدك نص، انت واخدني كامله، انت واخدني ست كامله، اليوم بيومه قاعده لك الاسبوع كامل، انت مديني نص الاسبوع، انا واخده نص راجل، واخده نص مادياتك، انت واخدني كامله متكامله، فانت عايز الثالثه ليه؟ يوم ما هتفكر في الثالثه باي يا حبيبي، وباي بجد، دي اللي هتقول باي ومش هيفرق معاها، دي اللي مش هيفرق معاها، لان دايما عاده الزوجه الثانيه ما بتبقاش جايه زي الزوجه الاولى عايز تعمل بيت وعيال واساس، لا دي جايه معنويا حب اولا وحياه. والزوج، انا امبارح راجل من ضمن رجاله عنده زوجه ثانيه قال لي الزوجه الثانيه في حياتي هي زي الجزيره الهاديه اللي بقضي عليها حياتي الحقيقيه وسري وكل حاجه ببقى عايزه اعملها وما بتحركش منها، بل بالعكس الزوجه الاولى انا بحس ان هي امي اختي عارفه. وفي لفظ اتقال لي غريب جدا معرفش اسمعت ولا لا، بيقول لك